يمكن ما تحالفنيش الحظ ان انا ابارك للنادي الاهلي ببطوله السوبر رقم 8، واكيد الاجتهاد والتركيز والخبرات والتاريخ وامور كتيره جدا، واجيال بتختلف بتبقى موجوده، واجيال بتيجي واجيال بتروح واجيال لسه هتيجي. الحاله الوحيده اللي تبقى مقتنع بيها للاهلي انك ابدا لعبته مش هت يعني مش هتكسفك ابدا، لعبته مش هتزعلك حتى وانت بتتكلم خلاص الماتش هيخلص، وانت يعني الفريق التاني خلاص يعني بيبتدي يعمل تصرفات ان هو كسب او بيبتدي ان هو بيضمن بشكل كبير الفوز والفوز بالسوبر. لا، اللعيبه هنا في النادي الاهلي والاجيال، مش بتكلم على الجيل ده فقط، الاجيال اللي قبل كده واللي قبل كده واللي لسه هتيجي بعد كده، بتقول لك لا احنا هنكسب، لان جمهورنا اللي موجود دي فرحه الفوز طبعا. جمهورنا اللي موجود في الاستاد ده احنا ما بنحبش نزعله، جمهورنا اللي موجود مستنينا في مصر احنا ما بنحبش نزعله، مجلس ادارتنا اللي يعني موفر لنا كل حاجه والامور بالنسبه لنا مش محتاجين حاجه مش هنزعله. كل امور بالنسبه لي فريق النادي الاهلي كانت بتقول انك مش هتطلع من المباراه دي الا وانت كسبان، انت بطل السوبر، انت التاريخ، انت بتتكلم انت اكتر الانديه حصولا على هذه البطوله وبالتالي عايز تزودها. هنا بتكلم صراحه فروق وجاب كبير جدا ما بين النادي الاهلي وكل الانديه الافريقيه، بس عشان كل احترام لكل الانديه في البلدان العربيه، في تونس، في الجزائر، في المغرب وفي مصر كمان. النادي الاهلي في البطولات القاريه بقى جاب وسع بشكل كبير، ولسه كل احترام زي ما بقول للانديه، لكن بالشكل اللي فيه النادي الاهلي، بالامور اللي فيها النادي الاهلي، الامور ما زالت وهتفضل توسع ما دام الاستقرار ماشي بالشكل ده، ما دام اللاعبين عندها الروح دي وعندها التفكير ومنتاليتي دي، والامور بالنسبه لها ما بتخلص غير مع صفاره الحكم، اكيد ده سر نجاح النادي الاهلي. اصل الكوره في الانديه في افريقيا هو النادي الاهلي، هو البطل، هو بطل الابطال في كل البطولات اللي موجوده في افريقيا. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، ونشوف في كاس العالم بقى الأندية شيء مختلف. وهنا دي الحاجة اللي ناقصة، انك تعمل مركز او تكسب كاس العالم، ده يبقى انجاز هائل جدا للنادي الاهلي، فريق النادي الاهلي والجيل الحالي، لان طبعا مكسب او انك توصل للمباراة النهائية وتعمل نتيجة جيدة وكل حاجة مش بعيدة عن ربنا، ده شيء كبير جدا في كرة القدم هحققه النادي الاهلي من خلال طبعا زي ما نقول ايه الثبات والقيم والمبادئ اللي موجودة دائما عند النادي الاهلي.